تفضل أخي حمد معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ عمي توفى وعنده تركة 50,000، له 3 أخوان من أبيه وأخ وأخت من أمه، وكيف توزيعهم على الأخوان؟ الأخوان متوفين كلهم مع الأخت. يا أخي اذهب للمحكمة الشرعية وهي تنظر في هذا الأمر وتجري فيه أحكام المواريث على ما شرع الله عز وجل. طيب